حصلت على علاج القراءات، شهادة علاج القراءات في العشر قراءات الصغرى، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى برضه حصلت على اجازه حفص وورش عن نافع، يعني خلاص انا وشك الانتهاء ان شاء الله، وحصلت برضه على دارة الاي سي دي في الكمبيوتر الناطق، والحمد لله برضه بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على اجازه في صحيح البخاري. طبعا كلنا عارفين يعني صحيح البخاري سامعا طبعا عشان ما حدش يتخض من المعلومه، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى حصلت على 6 بطولات على مستوى الجمهوريه، منهم 4 ميداليات ذهبيه والسنه وواحده برونزيه وواحده فضيه، والسنه اللي فاتت ديت الحمد لله حصلت على بطوله الجمهوريه في بني سويف شهر 10 اللي فات دوت، كنت الاول على الجمهوريه الحمد لله بفضل الله. والبطوله اللي قبلها في السنه اللي فاتت برضو حصلت على بطوله كاس مصر، كانت في دمياط الجديده، برضو حصلت على المركز الاول على الجمهوريه فيها، والحمد لله يعني نفسي ده انجاز السنه اللي فاتت، وعايز السنه الجايه ان شاء الله بس ربنا يكرمني ان اكون بطل العالم، ودي امنيه حياتي ان اكون ان شاء الله بطل العالم بره مصر ان شاء الله، الاول على العالم، وان شاء الله ربنا يكرمني بالوظيفه الحكوميه في الازهر الشريف، واتمنى في العام الجاي ان ربنا يبارك لي في ابويا وامي ويشفي امي ان شاء الله، ويبارك لي في اخواتي، وان شاء الله دعواتكم معانا، رغم ان انا ظروفي ديت الاعاقه البصريه، ممكن ان انا اعرف الكلام ده، بتحدى اعاقتي وجيت من محافظه الى محافظه واشتغلت، والحمد لله شغال هنا لاعب في نادي السلام بنها من 2019 لحد الان، والحمد لله على كل دوت توفيق من ربنا سبحانه وتعالى.